بلش مشواري من 2019 بأول تجربة عملتها بالخيطان ومسامير. طورت على المشروع انه يكون لي دخل خاص. مشروع روزارت هاندي كرافت للمشغولات الحرفيه الخشبيه، بنتج من خلال المشروع تحف وهدايا وديكورات. بميز المشروع انه انا بضيف لمسه الحفر بالنقش على الخشب. التحقت بمشروع الفن والنقش على الخشب بتمويل من الوكالة البلجيكية إنابل. من خلال هذا المشروع قدرت أكتسب هاي المهارة وأطور على المشروع، ويكون عندي كمان مهارات في استخدام المكان وفي العدة وفي الحفر على الخشب. طبعاً شغلنا يدوي.